اه ده بيت جولي سوري. شوف العالم كيف زيارة بيت روميو وبيت جوليت. هذا جدار ذكريات. هذا هو المنزل. وهذه الشرفة اللي كانت تطل منها جوليت. وهاي صار تمثال حق جوليت. وهذه شرفته. شوفوا العالم. اول كان ببلاش الحين سووا بيزات دخول البيت. هذا تمثال جوليت وهذه الشرفة اللي كانت أطل منها. هذا بيت جوليت وكان روميو يغازلها وبلغوه في لهن في هالمكان. أنا بسوي نفس الحركة بس بدور لي واحدة إيطالية تجلس فوق. الدخول بستة يورو للشخص الواحد. أول كان ببلاش بس لما شافوا العالم جايين سووا له تذاكر. هذا هو البيت. هذا بيت طبعا جوليت عائلة جوليت. حلو. هاي غرفته. كان لها فستان. كان لها فستان. وين الفستان؟ وين الفستان؟ هذا جزء من البيت الصالة. مقتنيات لين اليوم. وصل أجزاء من البيت. الدور الأول والدور الثاني كانوا عائلة عائلة استرى استرى من العوائل استرى ما يترك الاستراطيين. ظل طبعا اللي كانوا يستخدمون الأواني عائلة ارستقراطية. وينهم في هذاك الزمان كيف كانت حلوة. فستان جوليت روميو. وهذا سرير النوم. الصالة الرئيسية
البلكونة اللي تطلع اللي كانت أطل منها. من هذه البلكونة كانت تطل في الخارج، بس أنا أنتظر دوري عشان أصور خارج. واقفين الناس بالسيد، هذا هي دوري، وهذه البلكونة اللي كانت تطل منها. كان روميو طبعا في الأسفل، تستحي تطول بعض الصور. البلكونة طبعا تصوير من زاوية ثانية. هذا كفور الحب، جدار الحب وكفور الحب أمام بيت جوليت. هذه البلكونة، وهذا بيت أبو جوليت. طبعا المحل اللي هني يبيع كل شيء، تبغي تنقش اسمك، تبغي تصوير. هذا تغطيتي عن بيت روميو جوليت في مدينة فيرونا، واللي يعتبر شوفوا ما يعني مزار سياحي من الدرجة الأولى. كل اللي يجون فيرونا لازم يلقون نظرة على هالبيت. هذا جدار ذكريات، اكتب اللي تبغى على اليمين وعلى اليسار.